vamos a la playa. A mí me gusta bailar al ritmo de la noche. Baila y fiesta. إيتيان في 26 من العمر جاء هنا للاسترخاء قبل حفل للراب مساء هذا اليوم. إنها فرصة نادرة للشباب في ضواحي هافانا. انقطاع التيار الكهربائي يعكر عليهم الأمسية، إنه روتين يومي. الجميع هنا يعرف إيتيان إنه يعيش من موسيقى، يعرف كيفية تدبير أموره كالكثير من الأشخاص الذين يتحدث عنهم في أغانيه. هنا في كوبا الكثير يعيشون بلا عمل، لدينا الكثير من الوقت، لا يوجد شيء سوى الوقت. إن كنت تبحث عن الوقت تعال إلى كوبا، وإن كنت تبحث عن المال فاذهب إلى أوروبا أو إلى الولايات المتحدة أو إلى أي مكان آخر. إن كنت تبحث عن الحرية ابحث عنها في داخلك. أبتلع لعابي وأقول لفيدل ولكاسترو أن يعيش، أن يعيش الجميع لأنهم يستحقون الحياة. إنني بحاجة إلى الاستهلاك، أفعل بحياتي ما أشاء، إنها ملكي لأنها ملكي. الاستهلاك والمتعة فلسفة الكثير من الشباب الذين نشأوا خلال سنوات الأزمة، يقولون إنهم لا يريدون التدخل في السياسة. مقهى جي هي محطة الالتقاء المفضلة لطلاب هافانا. الشباب يقولون إن لا شيء أفضل من أن تكون شاباً في كوبا. العيش في كوبا وخاصة بالنسبة إلى الشباب أمر في غاية السهولة والثراء. بالإمكان العيش جيداً بالقليل جداً. الحكومة تفعل ما بوسعها للتقدم إلى الأمام. لا يمكننا الحصول على الكثير من الأشياء لأننا بلد غير متقدم، لكنهم يقدمون لنا الكثير من التسهيلات، ليست الأفضل، لكننا نحصل على الطعام يوميا، وبإمكاننا الخروج والتمتع رغم فرض القيود. أعشق كوبا، أما عن الحكومة فالسياسة ليست من اهتماماتي. لكن هناك من يهتم بالسياسة أمثال ياسماني وياديرا. يوم الأحد اشتركا في مسيرة حركة سيدات الرداء الأبيض. أسبوعياً المنتمون إليها يتظاهرون سلمياً تضامناً مع معارضي النظام الذين يقبعون في السجون. الزوجان يناضلان من أجل التعددية السياسية وحرية التعبير. إنه التزام يكلف الكثير، فقد تعرضا للضرب أثناء المظاهرات السلمية. رجال الأمن ركلوني على بطني، كنت في الشهر الخامس من الحمل، فقدت الجنينين. حين نقلوني إلى المستشفى رجال الأمن كانوا هناك في المستشفى، لم أتلقى العناية اللازمة، تركوني أنزف ورفضوا الاعتناء بي. الاثنان فقدا وظائفهما، الرجل كان خبازا والزوجة كانت معلمة. الميليشيات أحرقت منزلهما، لكنهما يواصلان العمل من أجل المجتمع. Señora, ¿sí una preguntita? مهمتي هي كتابة التقارير ونشرها، ومحاولة الحصول على مساعدة المحتاجين إليها كهذه السيدة. الحكومة تقول في كوبا كل شيء على ما يرام. حين يشاهدون هذا على الإنترنت خجلا أو تجنبا للرأي العام سيجدون حلا للمشاكل. من خلال التواصل باربارو يعمل هو أيضا على تغيير الأشياء. إنه يعمل في شركة عامة ويعد وجها جديدا للموسيقى الكوبية.
أعتقد أن الموسيقى هي المعلومات، لأن الجميع وخاصة بالنسبة إلى الهيب هوب كل شخص يعبر عن شعوره، يقول ما يؤمن به، يعطي رأيه في مختلف الموضوعات. أهم تغيير بالنسبة إلى الكوبيين هو إمكانية الحصول على المعلومات. الشعب الذي لا يعلم شعب ضرير، لا يستطيع النضال والتحدث والتصرف لأنه لا يعرف ما يحدث. التقينا بأنطونيو وأيلر مؤسسا شبكة استاديو دي ستات، إنهما ينظمان الفعاليات الثقافية غير المصرح بها. برنامج اليوم هو عرض أحد الأفلام المحظورة في كوبا. مؤخرا الشرطة داهمت أنطونيو وضربته ضربا شديدا وأمضى بضعة أسابيع في السجن، لكن لا شيء يحد من نشاط أعضاء المجموعة، فبالإضافة إلى الأقراص المدمجة التي توزع سرا، إنهم ينشرون على موقع إلكتروني من الخارج كالعديد من المعارضين. هناك إمكانية الحصول على الإنترنت في الفنادق أو في السفارات. أعتقد أن الحكومة أصبحت قديمة، عفى عليها الزمن، إنها لا تفهم التقنية الجديدة. المعارضة تخصصت بهذه التقنية لتظهر الوجه الآخر للواقع الكوبي، إنها تعهدت بالإصلاحات. بالنسبة إلى الإنترنت، إنهم يعملون على تأخير وصوله فقط، لأنهم يعتقدون بأنه سلاح قوي جدا، لكنهم يعلمون بأن لا مفر من وصوله. إنهم يعملون على تعديل مواثيق الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحكومة لا تستطيع الاستمرار في تجاهل حق تمتع المجتمع المدني بالديمقراطية، يقول أنطونيو. الأمور تتغير ليس لأن النخبة الحاكمة تريد لها التغيير. منذ 54 عاما هناك العديد من المشاكل التي تراكمت، إضافة إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي. إنهم مرغمون على التغيير. من جهة أخرى هناك جيل جديد يريد تغييرات جذرية ويبحث عن نمط جديد للحياة. الحكومة شاءت أم أبت لا تستطيع كبح رغبة التغيير هذه. المحاميتان باربارا ولارزا تقولان إن التغيير يجب أن يكون من خلال إصلاح عميق للمؤسسات والعقليات. إنهما أسستا شركة مستقلة للاستشارات القانونية لأول مرة تدعى كوباليكس. خريجو القانون من جامعة هافانا لا يتلقون أي تعليم في مجال حقوق الإنسان، لأن المحامين لا يعرفون حقوق الإنسان، إنهم غير قادرين على الدفاع عنها، لا يستطيعون الدعوة للحصول على حقوق الإنسان للشعب الكوبي. مقر شركة الاستشارة القانونية كوبالاكس في منزل اللاتزا، فمهنة المحاماة لا يمكن أن تمارس بحرية في كوبا. إنهما لا تستطيعان المرافعة في المحاكم ولا استلام إجورهما، لكن على الرغم من هذا تعملان باستمرار على مساعدة الزبائن من أجل حماية حقوقهم عند المحامين المصرح بهم والذين يتعاملون بالرشوة في كثير من الأحيان أو يتعرضون لضغط الدولة. المحاميتان تستنكران أيضا عدم استقلالية ونزاهة المحاكم. ما يقلقنا في الحالة التي نتعامل بها هو سلوك المحاكم وطبيعة الأحكام. إنه أمر غير معقول، حيث بالإمكان حرمان أي شخص من حريته على أساس شهادة بسيطة بلا أدلة. دون إصلاح نظام القضاء في كوبا وليس الجنائي فقط، دون التغيير الشامل لن تكون هناك ديمقراطية أو سيادة للقانون. لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير حقيقي في كوبا. تغيير ما يجب تغييره هو أحد شعارات ثورة كاسترو تاكوياما. إنها ممثلة غير ملتزمة سياسيا ولا تريد أن تتحدث في السياسة، كما إنها لا تحلم كالذين في عمرها بمغادرة البلاد. تقول هناك الكثير من العمل للعيش بشكل أفضل في كوبا. ما تحب في الفن المسرحي هو الهروب من الواقع، إضافة إلى إمكانية التحدث عنه. ¿Puedes decir cosas?
بالإمكان أن تقول الأشياء التي لا تستطيع قولها في الحياة الواقعية أو على شاشة التلفزيون بسبب الرقابة. إمكانية القيام بهذا تعد نعمة. هذا لا يعني أنني معارضة أو منشقة. كلا، ما أريده هو أن أساعد في عملية التغيير التي بدأت بها الثورة. إنني أقول على الدوام أن المسرح بمشاهده المختلفة هو المكان الأكثر أماناً في العالم لغاية الآن.